احنا نتكلم في القمع الالكتروني والتضييق على الحريات لازم نرجع لاول حادثه في تاريخ القمع الالكتروني في الشرق الاوسط اللي تحديدا كانت متزامنه مع حرب الخليج الاولى. في الفتره دي حجبت الدول العربيه كتير خدمات الاقمار الصناعيه لما انتشرت تغطيه قناه CNN لحرب الخليج واللي كانت بتنقل صوره مختلفه عن اللي بينقله الاعلام الحكومي في وقتها، ومن ساعتها دي كانت نقطه تحول في موضوع حجب خدمات الاعلام الحديث. الانترنت زيه زي اي وسيلة تانية للتواصل او التعبير عن الرأي، وهو بيعكس صورة اجتماعية وسياسية للدولة، فطبيعي انه يتعرض للحجب والقمع الالكتروني ومراقبة اللي بيحصل عليه زي التليفونات ووسائل النشر بالظبط. اغلب الناس معرفتش التقنيات الغربية اللي بتستخدمها الدول العربية لمراقبة الانترنت والتجسس على المستخدمين الا في اعقاب ما سمي بالربيع العربي. في الحقيقة بعض الدول العربية عرفت الطريق لبرامج مراقبة الانترنت في 2005 لما انتشرت خدمات الفويس اوفر اي بي او الاتصالات التليفونية عن طريق الانترنت زي مثلا خدمات سكاي. شركات الاتصالات في الشرق الاوسط كان عندها مشكلة كبيرة جدا، وهي ازاي تحجب خدمات الاتصالات التليفونية عن طريق الانترنت، لانها اما مجانية او بتكلفة اقل بكتير جدا من الخدمات اللي بتقدمها شركات الاتصالات اللي كانت بتخسر مبالغ طائلة نتيجة استخدام الناس للخدمات دي على الانترنت. لكن فضلت شركات الاتصالات عاجزة تماما عن حجب الخدمات دي، لان الترافيك او الاشارة الخاصة بالاتصال بتاعة البرنامج كان صعب جدا تعقبها او التعرف عليها حتى من خلال شركات الاتصالات الحكومية اللي كانت بتقدم خدمات الانترنت في الدول العربية. لحد ما ظهرت شركة عمرها ساعتها ما كانش تجاوز 5 سنين اسمها ناروس، ومقرها في الولايات المتحدة الامريكية وتحديدا في كاليفورنيا، وقدمت تقنية اسمها Deep Packet Inspection. من غير الدخول في التعقيدات التقنية، البرامج دي تقدر تحلل الترافيك او اشارة الاتصال على الانترنت وتحدد اذا كان ده اتصال تليفوني او صوتي او فيديو او بريد الكتروني او اي خدمة تانية، وبكده يقدر البرنامج يتعرف على اشارة برنامج سكايب او اي برنامج بيتصل عن طريق الانترنت ويحجبه. ودي كانت في الحقيقة بداية لحقبة اعداء الانترنت في الشرق الاوسط، ومن ساعتها الدول العربية بتتفنن ازاي تحجب مواقع او تمنع الوصول لخدمات معينة سواء بخدمات شركة ناروس او غيرها. طبعا شركة ناروس في 2005 محدش التفت ليها ولا دور وراها ولا يمكن حتى كان يعرف اسمها، لكن في وقت قطع الاتصالات في 28 يناير 2011 في مصر تحديدا كانت بداية ظهور اسم الشركة مرة تانية، لكن بشكل اكبر بكتير، واللي خلى جهات اعلامية زي الجزيرة الانجليزية حاولت تعمل لقاء مع احد مسؤول الشركة في كاليفورنيا لكن الشركة رفضت. When Egyptian authorities shut down internet access in an effort to stifle growing anti-government protests, their actions were condemned worldwide, including by U.S. President Barack Obama. But a U.S. company is working with Egypt's state telecommunications agency, selling its sophisticated tools for spying and controlling web users. Naris, located in Sunnyvale, California, provided Telecom Egypt with a monitoring tool called Deep Packet Inspection. DPI permits governments to know which of its citizens is posting criticisms or organizing protests through Twitter and Facebook. It can also track cell phone users. Naris, which is owned by the aircraft maker and weapons contractor Boeing, refused to return Al Jazeera's calls and emails. So we went to see them in person. Rob Reynolds, I'm a reporter with Al Jazeera English. I'm here to see if I can speak to executives about your sales of technology to Egypt. One thing to say is no comment. Nobody is talking to the media. The secretive company has also sold technology to Saudi Telecom, okay, Kuwaiti Wataniya Telecom, and India's largest broadband provider, Sci-Fi. Internet spying is generally illegal in the U.S. Naris is one of several companies that sell internet tracking and spying technology. But there are no laws or regulations to govern the use and sale of these powerful tools. في الحقيقة المعلومات اللي الجزيرة أزعتها مش كاملة، لأنها ما قالتش كل التفاصيل ومش هتقول، وده بيوضح خطورة البرامج دي ومين اللي وراها. في 2005 باعت شركة ناروس منتجاتها للحكومة المصرية عن طريق وكيل ليها في مصر لا داعي لذكر اسمه، واللي بعد أحداث يناير 2011 حذفوا معلومات شركة ناروس من مواقعهم، وده أثار تساؤلات كتير عن طبيعة البرامج دي. المشكلة مش بس وكيل شركة ناروس في الشرق الأوسط واللي بيقدموا من دعم للقمع الإلكتروني للدول العربية، لكن الأهم هو شركة ناروس نفسها اللي من الألفينات زي ما شفتم الدول العربية زرعت بإيديها منتجاتها في البنية التحتية للمعلومات، على الرغم من إن الشركة عليها علامات استفهام كبيرة جدا وصادمة.
اولا شركة ناروس هي نفس الشركة المتورطة في التجسس على المواطنين في الولايات المتحدة الامريكية واللي كانت فضيحة في 2006 وكمان متورطة في فضيحة التجسس الاخيرة في 2013. ثانيا يا ترى الدول العربية عارفة هي زرعت ايه في البنية التحتية للمعلومات؟